موقف الحزب من الانتخابات. طب احنا اعلنا الاسباب اللي هي في البيان اللي هتوزع على حضرتك دلوقتي اللي سمعتوه اللي هتوزع، ان احنا ما بن يعني مش طرف في موضوع الانتخابات، لانه في ضوء كل الكلام اللي اتقال ما فيش اي امل ان يبقى في عمليه ديمقراطيه صحيحه، بل بالعكس انا متخيل ان هي الموضوع ده بدا يتحول الى نوع من انواع السخريه والملهاة. يمكن اقول لكم حاجه بسيطه كده حصلت معايا امبارح، واحد بيكلمني بالتليفون وبيقول لي انا ناوي انزل انتخابات وعاوز انزل من خلال الحزب عندكم. قلت له احنا مش نازلين. قال لي طب ما تعرفش كده اي حزب صغير اخش معاه. فده معناه ايه؟ معناه ان احنا بقينا في يعني الانتخابات دي بقت حاجه حتى يعني حاجه مش محترمه يعني للاسف بالشكل اللي بتتم بيه وبالقوانين اللي بتديرها وباشياء كثيره قوي يعني هتبقى نوع من الاشياء الديكوريه اكتر منها اشياء حقيقيه يعني.